ما يخيل للناظر للوهلة الأولى أنها مناظر لمفرغة عمومية للنفايات، لكن الحقيقة هي صور لأطراف حي 800 مسكن بالبرواقية، واحد من أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة. حي عتيق من أقدم الأحياء هنا في مدينة البرواقية. القمامات بثمان أيام بالعشر أيام اللي تهضر معاه يقول لك أنا ماشي لالين تاعي، هي أن عمال البلدية يشعلوا النار اللي نعانيوا منها بالك 12 ساعة 14 ساعة باه تطفى الماء من بيوتنا باش نطفوا هذا المفرغة هذه. سكان الحي اشتكوا من الطرق المهترئة داخل حيهم وانعدام الإنارة العمومية، غير أن هاجزهم الأكبر كان خوفهم على فلاذات أكبادهم الذين لم يجدوا مكانا للعب سوى هذا الطريق الذي يشكل خطرا محدقا على حياتهم. ما عندناش يعني ملاعب جوارية لولادنا يلعبوا في وسط الطريق، متعرضين للحوادث في أي لحظة. حتى نعيطوا لك يقول لك جدي ابنك ضربته طوموبيل، علاه؟ راح له الكرة، راح له للطريق ضربته سيارة. أنا ابني زوج مرات يضربوا طوموبيل. حي كما يقول لك مهمش، ما أعمدة إنارة بدون إنارة. الإنارة ما كانش، سيرتوا في الليل خافوا باش يخرجوا ولادنا ولا تخرج تشري ولا تخافي يقريسوك. رئيس البلدية في رده على انشغالات المواطنين وعد بتمام الأرصفة الداخلية للحي وكذا العديد من المشاريع التنموية. بالنسبة للملاعب المطلوبة من طرف سكان الحي 800 مسكن فإن افتقار الوعاء عقاري حالة دون التهيئة الحضرية. فيما يخص الفضلات المنزلية، لقد تم اقتناء حاوية منزلية بمبلغ 3,800,000 سنتيم. هو الحي أقدم في البرواقية واللي يسهل كل الإنجازات، ولكن كاين دراسات في طور الإنجاز في طور الدراسة. لتبقى آمال سكان البرواقية قائمة في انتظار وفاء وعود التنمية المرتقبة من قبل المجلس الشعبي.